ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم من مدينة ستوكهولم، أخوكم رائد أبو شهاب. أهلا وسهلا بكم في جولتنا. إن شاء الله راح نعمل جولة وراح نتكلم عن موضوع قرار السفر إلى الغرب، بغض النظر للسويد وإلى أي بلد أوروبي. نحاول نحكي عن الموضوع بطريقة مختلفة، بطريقة نوصل الأفكار لأخواننا العرب اللي عايشين في وطننا العربي إن شاء الله. وأخذكم معي في جولة. أنا رح أحاول أحدد أول شيء الهدف، رح أقطع البحيرة هاي واتجه للجهة المقابلة. فكل واحد فينا لما يفكر في السفر لازم يحدد هدفه، أنت وين بدك تروح بالضبط. والهدف هذا لازم يكون جاي عن دراسة وليس عن عشوائية وليس عن تقليد، وليس لأنه ابن جيراننا طلع على السويد وابن عمي طلع على إيطاليا وخالي راح على كندا، أنا بدي أحاول أقلد هدول. قرار السفر لازم يكون موجه لهدف وليس فقط مجرد أنا بدي أسافر تقليدا، أو أنا عندي مشكلة وعاجز عن حلها في وطني، وأنا بعتقد اعتقاد أنه أنا بس أسافر رح تنحل هاي المشكلة. فرح نحاول نحكي عن هذا الموضوع. إخواني الكرام الله يسعد مساكم، أنا صرت غايب عنكم، كنت غايب عنكم عدة أيام لأنه عندي كان شغل ومشغول ومسجل في عدة دورات. فيعني إخواني الكرام يعني رح شوي أتأخر عليكم لأنه بحاول أن أطور من نفسي وأطور من ذاتي. أنتوا شايفين الحياة متطورة والحياة متغيرة في سرعة، نحن في عصر التكنولوجيا. بغض النظر أنت عايش في الغرب أو عايش في الوطن، إذا ما أنت استثمرت في نفسك وطورت من نفسك لن تحقق العمل اللي أنت بتحلم فيه. حتى لو جيت هنا على الغرب، إذا كان اعتقادك أنه الغرب هنا هم اللي راح يغيروا من حياتك بدون ما انت تتخذ اي اجراء، فهذا اعتقاد خاطئ. اكثر الناس اللي وصلت لهون تعبت على انفسها. طبعا في رياح، ما بعرف الصوت، انا هلا بدي اخذكم معي رحله نطلع على الجسر اللي فوق نتفرج على هالعالم اللي بتسوق البسكليتات، ونحاول نعبر البحيره من فوق الجسر ونتجه على الجهه المقابله. اولا يا اخواني الكرام، موضوع السفر موضوع شاغل بال الملايين، شاغل بال الآلاف من إخواننا العرب. أهلا وسهلا بالجميع ورحب بالجميع، بس طمنوني على الصوت لأنه في هواء في رياح. درجة الحرارة 10 في مدينة ستوكهولم، لكن في الجو غائم زي ما أنتم شايفين وفي رياح. هلا بنحاول نطلع على الجسر من فوق نفرجيكم إطلالة جميلة ونحاول ننتقل على الجهة المقابلة. بما أننا بدنا نحكي عن رحلة السفر، فرحلة السفر فيها الأمور الكثيرة اللي لازم نتكلم عنها، من التخطيط للسفر، من الوضع المادي لأنه لازم تكون جاهز ماديا وجاهز نفسيا، وخصوصا للعائلات اللي بفكروا يسافروا. للأسف أنه بعض العائلات بكون أولادهم عمرهم 16 و17 سنة وبفكروا أنه خلص بس ابني يوصل على السويد، خلص أنا ربيته على بعض القيم بعض العادات، خلص ابني راح يمشي زي ما بدي، ويتفاجأ وينصدم. يعني أنا بعرف سمعت قصص من أصدقائي إنه أولادهم اللي عمرهم 16 و17 سنة تمردوا عليهم بعد أشهر من وصولهم إلى الغرب. فرحلة الغرب يا أخي الكريم ليس رحلة سهلة وليس رحلة مستحيلة. ممكن تصل للغرب زي اللي بيخلص مرحلة ثانوية، ممكن أي واحد فينا يخلص المرحلة الثانوية، لكن شو يحقق من أهداف في الحياة بعد الثانوية هون المهم. يعني مش مهم أني أنا أخلص الثانوية، أو مش مهم أنا أوصل على السويد أو على بريطانيا أو على هولندا، لكن هل أنا مستعد أني أنا أتعلم لغة جديدة؟ هل أنا مستعد أني أنا أتحمل فترات الانتظار التي قد تطول لسنوات؟ هل أنا مستعد أني أنا أعيش في قرية؟ هل أنا مستعد أني أعيش مع جنسيات مختلفة؟ لازم أطرح على نفسي العديد من الأسئلة عشان أعرف مدى قوة الدافع والرغبة عندي في السفر. هل أنا مستعد أندمج مع جنسيات مختلفة؟ هل لو مر معي موقف عنصري
هل أنا قادر أني أنا أقدر أحاول أعالج مشاكلي وأحلها في هذه المجتمعات المتباينة والمختلفة؟ أسئلة كثيرة رح نطرحها. خلينا نطلع على الجسر اللي فوق ونفرجيكم المنظر ونحاول نطرح المواضيع من صورة مختلفة. اهلا وسهلا بالجميع. طبعا اعذروني اخواني الكرام لانه انا قاعد بتفرج على الطريق فما راح اركز كثير بالتعليقات، بس بدي منكم شغله انه كل واحد مفكر انه يسافر. هل حد بدي اسالك سؤال؟ اول شيء اللي بقوموا فيه مدربين الكوتش لما يحلوا المشاكل او يجيهم زبون ناوي انه يغير شيء في حياته، اول سؤال بيسالوه هل حددت الهدف؟ انت شو اللي بدك اياه؟ يعني كثير من الناس بقول لك انا عندي ستريس، انا عندي اكتئاب، انت شو اللي بدك اياه؟ انت مش ما بصير تحكي انا والله بدي اتخلص من الستريس، انا بدي اعيش بهدوء، انا بدي اعيش بسعاده بدل الاكتئاب، انا بدي اعيش بفرح، انا بدي اعيش باستقرار. انت ليش بدك تسافر على الغرب؟ ما الهدف من السفر الى الغرب؟ كثير من الناس بتجاوب اجوبه سطحيه، أحسن حياتي، بدي أشتري سيارة، بدي أشتري بيت، بدي كذا، يعني أهداف عامة لكل واحد. بدنا ندخل بالعمق عشان الهدف يكون قابل للقياس. فرجيكم المناظر، رحنا بنتمشى، نطلع على الجسر، نروح نعمل جولة سياحية، نخدكم على المنطقة المقابلة ونسولف ليش بعض الناس نجحوا ووصلوا إلى الغرب وبعدين فشلوا. يعني نجحوا في الوصول، هل تعتقد أن الوصول إلى الغرب بحد ذاته نجاح أم الاستمرارية؟ إحنا الهدف من الاستمرارية. كثير ناس درست جامعة لكنها ما اشتغلت في شهادة الجامعة لأنه ممكن درست الجامعة عن غير رغبة عشان يرضي أهله، ادرس هندسة، ادرس طيب الى اخره. فكتير من الناس يا اخوان الكرام الهدف تبع السفر تبعهم مو واضح، خلاص بتطلع على التلفزيون او بتطلع على اللايف وبتفرج على هالجمال بتشوق. اخوان الكرام بدي احكي لكم هالشغلة، احنا للاسف الانسان عجول، ان الانسان خلق عجولة. الله يسعد مساكم يا رب، مساء الخير. للأسف المواطن العربي إخواني الكرام بده يخلف قبل ما يتجوز، وبده يسلخ الذبيحة قبل ما يذبح. فإحنا عنا عجلة بتعمينا عن الواقع اللي إحنا عايشينه، بتخليناش نعمل خطة واضحة عشان بزنس بلان، يعني إيش بسموه بزنس بلان. السفر ليس أمر بسيط، السفر خطة حياة، مشروع حياة. يا أخي الكريم أنت قاعد بتطلع من بيتك على مدينة في نفس بلدك تقعد تخطط لها أسبوع، فما بالك لما أنت تفكر تسافر من بلدك لبلد مختلف في الحضارة، في الدين، في العادات، في التقاليد، في العملة، في كل شيء مختلف عنك، في المناخ، في الطقس. يعني ممكن يا أخي الكريم أنت طقس السويد ما يناسبك، ممكن يحطوك في أقصى الشمال، أنت لا تعرف ما يحدث لك بالتفصيل. لكن لما يكون عندك توقعات وعارف معلومات وجامع معلومات، يعني زي اللي بتجوز على عمى، خلاص شاف البنت، شاف صورتها، قال لك هاي بنت الأحلام. بعد ما يجوا يتجوزوا اول يوم، تعالي يا بنت الحلال، بدنا معكرونة، بدنا بامية، بدنا ملوخية، والله ما بعرف. طب تعالي خرطتي بالبيت، والله انا مدلعة، كنت قاعدة عند بيت اهلي مستتة. فبعض الناس هيك منظر للحياة، منظر للحياة عبارة بس عن صورة، ولكنه ما بكون عايش الحياة بعمق، ما بكون عايش الحياة بعمق بالتفاصيل. عشان هيك بوقعوا كثير من الناس هاي في أخطاء وبضحكوا عليهم المهربين. فرجيكم هون المنظر هيك كيف.
السفر بس على عن طريق الصورة أو عن طريق إنه أنت ما تجمع معلومات وتفهم البلد. خلينا نفرجيكم المناظر. هلا إحنا نروح على الجهة المقابلة، بناخدكم معنا رحلة عشان تركز معي في المنظورات الفكرية. أنت كيف شايف السفر؟ يعني يا أخوان الكرام، كل واحد فينا شايف السفر بصورة معينة. في واحد بده يسافر عشان يتخلص من الألم، ممكن هو قاعد بتألم زي اللي بتجوز أو البنت اللي بدها تتجوز عشان تخلص من دار من أهلها، أهلها بتحكموا فيها، فهي بتقول لك خلينا أتجوز أروح عند جوزي ممكن ألاقي لي واحد يطلعني يدخلني يوديني يجيبني. ففي بعض الناس زي هيك، أو بعض الناس يعني كنت أسمع لأحد المحاضرين بقول أنا رحت سجلت بالجيش عشان أخلص من تقييد أهلي وكلامهم اللاذع. فإذا كان أنت سفرك نابع عن الهروب من واقع مؤلم فقط، أنت ما كان عندك خطط للمستقبل. يعني زي اللي بدي يفتح محل بقولك لأنه كل الجيران فاتحين محل وأنا خلاص بدي أفتح محل. فهذول الأشخاص للأسف في الأغلب لا يحققوا أهدافهم ولا يعني يعيشون حياة من المعاناة في الغربة. يا ما سمعنا قصص، لأنه الهدف لما يكون مش واضح وما في عندي خطة شو بدي يصير معي بعد سنة بعد 6 شهور على الأقلية، لو لمدة سنة، أول سنة كيف بدي أتحملها كيف بدي أعيش. فهذول الأشخاص للأسف في الأغلب بتعبوا. يا ريت تشاركونا بآرائكم إخوان الكرام. لازم يكون أنت عندك أدوات للتفكير. أنت مفكر تسافر أو أنت في طريقك إلى الغرب؟ كثير من الناس ممكن في تركيا نصب عليهم، ممكن وصلوا بعد تركيا لبلغاريا انحبسوا، في ناس طلعوا من بلغاريا راحوا على صربيا، طلعوا من صربيا دخلوا على هنغاريا انمسكوا، في ناس انمسكت في تشيك. ففي طريق سكة طويلة، هل أنت قادر على تحمل هاي السكة الطويلة؟ بلشت تيجينا التلفونات، ممكن نفصل البث نعمله جزئين. نشوف هيك. طيب اخوان الكرام، برجع لكم بعد شوي، حنبلش من جهة البحيرة، فاللي حاب يضلوا معي. على عليكم ورحمة الله، نرجع معكم اخواني الكرام احبتي من منطقة هرنشتول، معكم اخوكم رائد ابو شهاب. نرحب بالاصدقاء الجدد في صفحة عربي السويد، وندعوكم الى قناة اليوتيوب. اخواننا الجداد اللي ما عندهم معلومات كثيرة ممكن عن السويد، عن تربية الاطفال، عن الخدمات اللي احنا بنقدمها، انصحكم في زيارة قناة اليوتيوب لانه فيها اكثر من 200 فيديو. برضو في عنا موقع جديد انا عملته، ممكن تزوروه. قناة الانستغرام فيها اكثر من 6000 منشور، يعني بتشوف معظم الصور في السويد، بتشوف بعض الاماكن، معلومات عن الرحلات اللي قمت فيها وزرت مدن كثيرة بالسويد، وتكلمت عن الأسرة، عن الزواج في السويد، عن الهجرة إلى السويد، عن تربية الأولاد. طرحت، ممكن إذا بتدخل على جوجل ممكن تلاقي إنه أكثر المواضيع طرحا في السويد في قناة عرب السويد، لأنه أكثر القنوات الأخرى، بس للتوضيح وليس من باب المدح ولا من باب الإطراء، ولكن لكي نعطي كل أمر كل ذي حق حقه. احنا الحمد لله عملنا من بدايته كان مبادرة مجانية ولم نستلم اي اتعاب، لا من وزارة ولا من دائرة ولا من اي شيء. حاولت بعض المؤسسات اللي بتسوي شركات انه تساعدنا، لكن لم تتم الامور. يعني احنا بنحاول دائما نقدم المعلومات بصدق، وبنحاول كمان يا اخوان الكرام ما بدنا اي حدا يأثر علينا من مصادر خارجية ويبرمجنا نحو إطار معين. احنا بنحاول نقدم المعلومات لأخواننا العرب اللي عايشين في السويد وخارج السويد،
وخصوصا إخواننا اللي ناويين يسافروا مع عائلاتهم وأطفالهم ويتركوا أولادهم ويتركوا الدول اللي عايشين فيها من دول الخليج اللي ممكن يعني مرتاحين فيها لكن يطمحون إلى الحصول على جنسية أو لتغيير حياتهم، عندهم صورة معينة. يعني يا ريت تشاركوني إذا أنتوا من أي بلد أنت عايش وما هي صورة الحياة في الغرب في ذهنك. يعني الصورة أكيد راح تكون جميلة لأنه هي الصورة اللي دفعتك أنه أنت تفكر في موضوع السفر وتفكر أنه أنت ممكن تبيع عفشك وتبيع أغراضك وكل شيء، لكن أنت كشخص ممكن ينقصك بعض التخطيط، ينقصك بعض المعلومات، لأنه ممكن أنت مفكر أنه مجرد وصولك للسويد راح تصل على إقامة، أو أنه أنت ممكن مو عندك واضحة قضية أنه أنت لازم تيجي تقدم على اللجوء وغيرها من الأمور. فبعض الناس يا إخوان الكرام بوقعوا في مشاكل نظرا لنقص في المعلومات أو لجهل في المعلومات أو لخطأ في المعلومات. فأنا بحاول من خلال صفحة عربي السويد أني أوضح من خلال الخبرة، خلال السنوات اللي أنا عشتها في السويد 14 سنة، ومن خلال السفر إلى أكثر من بلد. يعني أنا السويد ممكن آخر محطة سافرت على بريطانيا، عشت في بريطانيا فترات متنوعة، عشت في النرويج تقريبا سنتين، عشت في رومانيا 3 سنين، عشت في دول الخليج. فكانت عندي فكرة كمان، أنا زيكم يعني كنت أنا أفكر، كنت عايش في الرياض في السعودية. ففي أحد المرات اتصلت مع شخص في السويد، هاي لازم أحكي لكم إياها وجها لوجه. هاي القصص خير وبرهان وخير دليل. أنا أتذكر يا إخوان الكرام لما كنت عايش في الرياض، عشت في الرياض 4 سنوات، فكنت مفكر أني أجي على السويد، وكان عندي صديق أحد الأصدقاء إجى على السويد، بس المعلومات اللي أنا حصلتها عن من هذا الصديق كانت غير كافية. فأنا طلبت من أخوي عنده صديق لبناني على ما أذكر مقيم في السويد، فطلبت أني أحكي معه. فتكلمت مع هذا الشخص اللي عايش بالسويد، قلت له أحكي لي عن السويد. أول ما حكالي عن الطقس، قال لي أنت هسا عايش بالسعودية في بلد كل هدفها وبلد فيها أمان وراتبك ممكن كويس ممكن ماشي حاله، هل أنت قادر على أنك تتحمل درجة الحرارة؟ كانت أيامها قبل، أنا بحكي لكم حكي، أنا كنت في السعودية من 99 هيك شي 99 2000. قال لي قادر أنك تتحمل درجة حرارة ناقص 20؟ قادر أنك تقعد 5 شهور فصل الشتاء؟ فأول ما طرح معي الموضوع عن تحديات الطقس، فأنا شفت الموضوع عادي بسيط الطقس، قلت يعني هاي أهم شيء أنه شغل جنسية. هاي الصورة المرسومة لدى المواطن العربي في الأغلب. إحنا عنا يا إخوان الكرام الجواز الأوروبي زي الفتنة. كيف الفتنة؟ كيف الإنسان لما يفتتن في المال، في المنصب، في المركز، إحنا بالنسبة إنا نفكر زي المارد، إنه أنا إذا صار معي جنسية أوروبية رح أحقق أهدافي في الحياة، وهذا معتقد خاطئ للعلم إخوان الكرام. للعلم يا إخوان الكرام في كثير من العرب عايشين في دول أوروبا، في السويد، في بريطانيا، في دول كثيرة، وضعهم أزفت من ناس عايشين في وطننا العربي. ناس تعبت على نفسها، أخذت دورات ودرست وتعلمت لغات وفاتحة مواقع أونلاين وقاعدة بتشتغل عن طريق الأونلاين وبتطلع مصاري كتير. إذا أنت إنسان معتمد على حصولك على الجنسية، إنه هاي الجنسية هذا الجواز اللي راح تمسكه راح يغير حياتك، فأنا بحكي لك من هلأ غير فكرتك. هذا الجواز بس للتنقل، بس إنه أنت موجود معك عشان تعيش بس، عشان وليس هو هذا الجواز هو اللي بحقق لك أهدافك في الحياة. أهدافك في الحياة تعتمد عليك أنت ذاتيا شخصيا. إذا أنت ما طورت من نفسك واخذت دورات في برامج الإكسل وفي برامج حسب شو مجالك، أنت كنت بروفيشنال، يعني أنت هسه والله قاعد مدرس لغة عربية في الدول العربية أو مدرس تربية إسلامية، أنت بس تيجي على السويد لازم تعيد لسه تعمل معادلة شهادات. حتى الطبيب لما يجي على السويد قاعد بيعمل معادلة شهادات. يعني أنت إذا عمرك 50 سنة هل قادر أنك تصبر على نفسك
تتعلم 3-4 سنين كمان لقدام، هذا اذا اخذت الاقامه. هل انت في بالك هاي الافكار، ولا مفكر انه انا خلص والله عمري 50 سنة وانا طبيب او انا مهندس او انا انسان عادي ما عندي شهادات، خلص باجي بشتغل بمطعم. انا قبل شوي تلاقيت مع احد الاصدقاء، ما بعرف اذا بتابعني، بشتغل في اكثر من مطعم، يعني الشاب الله يعينه يعني شالق حاله شلق، يعني من هون لهون ولهون، وبركض وبركض عشان يقدر ياخذ الاقامه الدائمه. قانون الاقامه الدائمه صار صعب كتير، يعني اذا ما كنت تعرف هسه عشان تحصل على الاقامه الدائمه لازم يكون عندك عقد عمل ثابت، ولازم يكون كمان كأنه عندك عمل عقد سكن او انه عندك سكن قانوني. فصار الموضوع تعجيزي، يعني اذا انت مفكر تيجي على السويد وتحط رجل على رجل، او انه انت تعيش على المساعدات وتعيش على اللجوء زي تبعون جماعة زمان، نسبة كبيرة من الناس اللي اجت زمان كانت تأخذ اقامة دائمة مباشرة، فكانوا يعيشوا على خط الترسيخ ويقعدوا فترة طويلة من الزمن. هلأ نوعا ما يا اخوان الكرام الصورة تغيرت. اذا انت بتجمع معلومات قديمة بالية ما راح تفيدك، غير. هنفرجيكم الطبيعة شوي ونحاول ننقلكم على الجهة المقابلة. هلا نروح على الجهة المقابلة ونحكي عن منظور وفكرة السفر بطريقة مختلفة، بطريقة الاستشارات، بطريقة الوضوح، بطريقة الصدق، بطريقة الواقعية، بطريقة انه ما حدا يضحك عليك وتفهم انت هذا مشروع وليس بس مجرد فكرة، وليس مجرد فقط رغبة. الرغبات والاماني هاي يا اخوان الكرام ما بتطعميك عيش، ما بتطعميك. انا والله ارغب ان يكون عندي سيارة، ارغب ان يكون عندي بيت، ارغب اني اتزوج، لكن واقعيا عمليا انا قاعد بتطلع على غيري وبتفرج على الناس اللي بتسافر واللي بتروح واللي بتيجي، وبتابع نتفليكس وبتابع الافلام وبتابع الاخبار. بس هل الرغبات تتحقق في الجلوس والمتابعة، ولا بدها عمل واجتهاد ودورات وكورسات وتعب على نفسك؟ هنفرجيكم المكان ونحاول ناخذكم جولة معنا حلوة، ويا ريت تشاركونا في اخواننا. عشان هيك يا اخوان الكرام كثير من العرب المغتربين اللي اجوا على الغرب للاسف، وقد يكون انا واحد منهم، نعمل في مجالات لا نحبها، لانه احنا جينا نصارع في موضوع الاقامه، جينا قعدنا سنوات واحنا منصارع عشان ناخذ الاقامه ونصرف على الاسره في اقامه العمل. فاذا انت جاهز انك انت ضيع من عمرك 3-4-5-6-7 سنوات انت واسرتك واولادك، ويا ما اسر تمزقت وتدمرت بسبب فترات الانتظار. كثير من الاسر تدمرت في السويد بسبب، وغير السويد وبريطانيا وغيرها، لانه في الفترة الاولانية فترة هي عبارة عن فترة زي كيف اللي بتجوز وفي بداية اول سنة بدي يكتشف جوزته، والله بتعرف تطبخ، بتعرف تجلي، بتحترم اهلي، بتحترمني، عندها هوايات زي ما عندها هوايات، تصبر علي اذا مرضت، بتصبر، بتهتم فيي. انت لما تيجي هون على الغرب بدك تتعلم لغة، بدك تتعرف على الشوارع، بدك تقدم قصة لجوء، في لسه قدامك مشروع طويل. هل انت جاهز انك سنة سنتين ثلاثة تتعب على نفسك حتى انت تاخذ الإقامة، او حتى انت تقدم قصة اللجوء؟ هل انت جاهز من ناحية قصة اللجوء؟ اذا انت مفكر تيجي لجوء، هل موضح لزوجتك لأولادك انه انت جاي على فكرة لجوء، او جاي لفكرة دراسة، او لفكرة علاج او استثمار، ولا انت مخلي هاي غموض غامض؟ مرحبا مرحبا اخي الكريم، اليوم حبينا نطرح قرار السفر وفكرة السفر. طبعا احنا انا الموضوع كنت حاب اطرحه من 3 ميادين، حاب اطرحه اول ما تفكر بالسفر، ثاني اشي وانت بالطريق الى الغرب، وثالث اشي بعد وصولك الى الغرب وحياتك كمغترب. كل واحد يحاول يحكي لنا عن وجهة نظره. يا ريت تشاركونا هسا انتم الموجودين معي، انا هلا بدي احاول اخذكم بالجوله هاي كملها معي. انت من اي واحد من هاي الثلاث محاور؟ هل انت من الاشخاص اللي مفكرين يسافروا، ولا من الاشخاص اللي بالطريق بالسفر، ولا من الاشخاص اللي وصلوا هون بالغرب؟ وحكينا شو التحديات
على جميع المستويات. هاي ناخذكم على مكان جديد، هذا المكان حاب اني استكشفه ان شاء الله في مدينة ستوكهولم. يا ريت تشاركونا ونتفاعل، يا ريت يصير في معنا التفاعل. هذا فندق صغير على قد الحال، فللأسف يا اخواني الكرام انا بدي احاول اتابع الموضوع انه اخواننا العرب اللي خارج اوروبا بس يشوفوا الصور عربي نجح في امريكا او في بريطانيا او شيء، هم بيشوفوا النتيجة. يا اخواني الكرام بدي احكي لكم شغلة، انتوا وانا لما نتفرج على الانستغرام او نتفرج على السناب او نتفرج على التيك توك ونشوف شخص حقق نجاح، احنا بنتفرج على النتائج، احنا ما شفنا حياته والمعاناة. يعني انا مثلا على سبيل المثال صار لي بالسويد 14 سنة، انت بتعرف معاناتي قبل ما اسافر او بعد ما سافرت، وين عشت في قرى وكم قرى، بتعرف كم بلد انا سافرت حتى وصلت للسويد. فانت للأسف انت قاعد تحكم علي من خلال النتائج، وهذا الحكم بخليك تتعب بحياتك لانه انت بتفكر انه الحصول على هاي الشغلات سهل، فلما تيجي على ارض الواقع بتلاقي الموضوع صعب، بتلاقي بدك تراكض على الإقامة، بدك تراكض على السكن، السكن صعب، عقد العمل صعب، عقد السكن صعب، تعليم اللغة مو سهل، في أمور كثيرة. لكن انت لما تكون ماسك ورقة وقلم وقاعد بتكتب بالشغلات هاي كلياتها المراحل، انا راح امر في مرحلة اللجوء او في مرحلة الاستثمار، بدك تعمل زي اللي بيعملوا بيزنس بلان، بدك تحط خطة، بدك تحط اهداف قابلة للقياس، وبعدين بدك تحكي لنفسك انا شو بقدر اعمل هلأ عشان انا اتجه للهدف تبعي، انا شو بقدر اعمل هلأ في الوقت الحاضر، شو عندي اوبشنز، شو عندي ادوات. انا مفكر اني اسافر، انا عايش في الاردن او انا عايش في مصر او انا عايش في العراق، انا شو عندي، انا حددت الهدف، اوكي انا بدي اسافر، ليش بدي اسافر؟ بدي اسال نفسي واي، ليش بدي اسافر؟ طيب انا يا اخي ممكن مش جاهز علميا ثقافيا لغويا، ما بعرف احكي انجليزي، طب انا اذا رحت مع المهربين وتركوني في غابه ولا تركوني في مدينه ممكن اضيع، صح ولا لا؟ فلازم انا اكون جاهز، ممكن لغويا، ممكن علاقات اكون جاهز، ممكن نفسيا، ممكن ماديا، ممكن انا معي عائلة، انا مسؤولية، معي اولاد، معي زوجتي، كيف انا بدي اتحمل مسؤوليتهم؟ طب اولادي رح يجوا على ثقافة مختلفة، على ديانة مختلفة، على بلد مختلف، هل انا عملت خطة مستقبلية؟ بكرة بنتي بدها تتعلم سباحة، بدها تدخل في ثقافة، بدها تلبس حجاب، بدها تلبس حجاب، هل انا عادي هاي الامور بالنسبة لي ولا مش عادي؟ كل واحد فينا بيختلف، انا ما بقدر اقول لك ولا لا، بس اذا انت رجل متدين او رجل انت ماسك الدين من الاكستريم راح تواجه صعوبة كبيرة. هاي دخلنا على المي هنا، دخلنا على البحيرة يا جماعة الخير، راح نغرق. هاي القارب، قعدون جنب القارب، نحاول نغيركم الموضوع. بعدين اليوم حلقنا، قولوا لنا نعيما، ولا واحد حكى لنا نعيما يا اخي، ما بتلاحظوا انتو؟ حلقنا وخلصنا شغل ليلي وشغل وتعب ومراكبة. فأخي الكريم انت لما بتيجي تفكر بالسفر او تفكر في اي مشروع، انا بحكي لك اياه من ناحية دراسة، من ناحية علمية، عندك اربع شغلات لازم تفكر فيهم. اول شغل الهدف، انت على سبيل المثال بتقول انا انسان متوتر، بتروح عند الدكتور او بتروح عند المدرب بتقول له والله انا عندي مشكلة، انا انسان متوتر، بدي اياك تحلل لي هاي المشكلة، بقول لك انا مو فاهم عليك، انت شو اللي بدك اياه؟ انا متوتر بدي تحلل لي مشكلتي. بقول لك يا اخي انت حدد الهدف، انا بدي اكون هادي، انا بدي اكون سعيد، انا بدي اكون غني. اما انا متوتر انت قاعد بتحدد اشياء من النفي، وهذا صعب. انا فقير بدك تحكي، احكي انا بدي اصير غني. فاول شيء بدك تحدد الهدف، ثاني شيء يا اخي الكريم بدك تشوف الاوبشن، شوف شو عندك من امكانيات في الوقت الحاضر، معك مصاري، معكاش مصاري، في حدا بده يساعدك، في حدا ما بيقدر يساعدك، فيش حدا بيقدر يساعدك، بدك تشوف انت هلا في الوقت الحاضر شو بتقدر تعمل. مش تكذب على نفسك وتوهم نفسك والله الامور تمام وكل شيء تمام وخلص انا بدي اسافر زي ابن عمي ولا ابن خالتي، طلعوا جماعتنا كلهم من غزه ولا من فلسطين وهيهم وصلوا السويد، انت عارف شو وضعهم بالسويد؟ ممكن قاعدين على المساعدات، ممكن قاعدين بيشتغلوا بشغل الله اعلم شو هو. فلازم تكون واضحه الفكره، تضحكش على نفسك
ولا تضحك على أولادك ولا تضحك على زوجتك، لأنه كثير من الأسر للأسف بس وصلت للغرب اللي ما عنده دراية في تربية الأولاد تورط لقى بنته مع الله أعلم تفعل أفعال، أو ابنه بتاجر بالمخدرات اللي عمره 16 و15 و16 و17 سنة. فيا أخي الكريم، أول شيء بدك تحدد الهدف تبعك من السفر، ثاني شيء بدك تشوف الأوبشنز اللي عندك، شو بتقدر تعمل أنت في الوقت الحاضر، علاقات، مصاري، إمكانيات، لغتك، تترجم الشهادات تبعتك، إذا أنت عندك شهادات تأخذ دورات زيادة عشان أنت لما تصل ممكن تشتغل في شركة عالمية. هنفرجيكم المنظر من هون، الله ينعم عليك حبيبي القلب. رابع شيء نيكست، شو بتقدر تعمل كمان أكثر أنت لو أنك استمريت طلعت. هنفرجيكم هالمناظر هاي اللي هون، بعد ما أنت تشوف الهدف وتشوف الأوبشنز وتمشي على المرحلة الثانية أنه أنت تتقدم لنحو الهدف، تأخذ خطوات عملية، بعدين أنت بدك تتخيل حالك أنه أنت وصلت، تخيل الابتكاري، يعني تتخيل حالك أنه والله على سبيل المثال كنت فقير وصرت غني، شو وضعي؟ أنا كنت بعرفش أحكي، كنت خجول وصرت أعرف أحكي قدام الجمهور، أنا كنت خجول ما أقدر أفتح بث مباشر، أنا كنت خجول ما أقدر أفتح بث مباشر وتواصلت مع مدرب حياة قال لي أول شيء بدك أنت ليش شو اللي بخليك تخجل؟ والله أنا عندي فكرة، عندي صورة إنه الناس تطلع علي متردد بصر إيش إلى آخره. والله هاي البلوكات، شيل المعتقدات، شيل القناعات، شيل الأفكار هاي، اتقدم خطوة للأمام، شوفي عندي أوبشن، والله أنا بقدر إني أنا أعمل لايف، بقدر إني أدخل في مجموعات زوم، بقدر إني أنا أتلاقى مع ناس، أسجل في الميتاب. فبدك تحاول تبحث عن الأوبشن اللي بتقدر تعملها في الحياة عشان تتغير حياتك، لكن تعيش على حياة كلها تقليد للأسف كثير من العرب، كثير يعني أكثر العرب اللي بتلاقي معهم هون حتى في الغرب يعني كله نفسيته تعبانة. طب إحنا ليش سافرنا؟ إحنا سافرنا على أساس نحسن وضعنا المادي ونحسن وضعنا التعليمي ونحسن وضعنا النفسي والأسري، لكن للأسف قليل من الناس حققوا هاي الأهداف. هنفرجيكم هالمناظر هاي، الله ينعم عليك، نور، الله يسعدك. أنا اشتغلت في تيمبو هورنشتول، يعني جميل جدا، يعني أنت قريب علينا هون هورنشتول في هاي المنطقة الجميلة الرائعة. فالمرحلة الأولى، الحياة عبارة عن مراحل يا إخوان الكرام، إذا أنت بالمرحلة الأولى ما كنت جاهز صحيح رح تتغلب في المرحلة الثانية، يعني رح تتغلب في طريقك للسفر أو رح تتغلب بعد وصولك إلى الغرب. يعني إذا أنت ما كنت جاهز أنت وزوجتك ومتفاهمين أنه إحنا رح نمر في مراحل ممكن صعبة، ممكن مشاكل مع دائرة الهجرة، ممكن السكن، ممكن المدينة، ممكن اللغة، بدنا نتعب على أنفسنا أول سنة، بدنا نتعلم، بدنا نقرأ، بدنا نتعب على أولادنا، بدنا نعلمهم لأولادنا الثقافة ونعلمهم شوي، نحافظ على لغتهم، أمور كثيرة. إن شاء الله الموضوع نوعا ما يعني أنا حبيت أطرحه هيك بطريقة أنه أوصل لكم الفكرة إخواني الكرام، لأنه الإعلام ممكن المفاهيم ما كانت واضحة وما وصلت لإخوان العرب في وطننا العربي أو العايشين في دول الخليج أو العايشين في أي بلد. يعني في ناس بتراسلك بتقولك أنا عايش في البرازيل بدي أجي على السويد، يعني الناس فاكرين إنه السويد الشغل فيها سهل أو الحياة فيها سهلة أو الإقامات فيها سهلة، مو عارفين إنه بس يجوا هون الوضع نوعا ما مختلف. يعني أنا إذا أنت شخص ما عندك لا أسرة ولا أهل ولا أي حدا بالسويد رح يكون تحديك أكبر من شخص جاي عند خاله وجاي عند عمه وبرضه ما تعتمد عليه. يعني في بعض الناس يا إخوان الكرام اعتماديين، إذا أنت من النوع الاعتمادي رح تتعب بالغرب، الغربة مسؤولية، الغربة بدها شخص عصامي، شخص معتمد على نفسه وليس على الآخرين. احنا في هورنشتول، في منطقة هورنشتول، هاي المنطقة ممكن ما صورت منها لان عادة باجي من عند النهر البحيرة هون وبلف على الجهة اليسار. خنكملكم لسه في قدامنا هذا الطريق جميل، وهاي المنطقة في بالشتاء بصير في تزلج حلو،
يعني فيها بالمنطقة هون. فاحكولنا اذا انتم الصورة وضحت لكم اخوان الكرام، يعني انت اخوان العرب بتفرج مثلا اخواننا الجزائريين اخواننا المغاربة، بس ينعرض فيديو هيك لعربي او لفيديو في باريس في بريطانيا في فرنسا، بصيروا اخواننا العرب اكثر التعليقات، احنا بس بلدنا بس نطلع منها، احنا بلدنا ما فيها حياة ما فيها نفس، ما كله جلد للذات وكله تأنيب للضمير وكله شكوى وكله تذمر، هذا ما بخليك يعني ما بغير من حياتك. اوكي هاي طبيعة جميلة ممكن تمدحها ممكن تشكرها ممكن تدعي رب العالمين ورب العالمين يرزقك ويسهل امرك، لكن انت قاعد بتدخل على نفسك قناعات وبتخلي حياتك حتى في بلدك اكثر تعاسة. فانت يا اخي الكريم الشكوى والتذمر هم اللي ممكن مخلينك مش قادر انت تتحرك من مكانك. حاول انجح في المكان اللي انت فيه وبعدين انطلق لاي بلد في العالم، لكن اذا انت ظليتك فاشل في المكان اللي انت فيه ومفكر حالك انت بس تطلع على الغرب راح تتغير حياتك كن فيكون، فانت غلطان انت غلطان، وانت سبب الواي يا حيرتي ونجواي. هاي بدنا نطلعكم طلعه معنا، هاي اغنيه نفرجيكم المنظر من فوق. نفرجيكم المنطقه من فوق. فاول اشي يا اخي الكريم زي اللي بكون فاشل في علاقه وبصير يبحث عن علاقه ثانيه بعتقد انه العلاقه الثانيه راح تكون هي المنجيه، لكن للأسف حسب كلام الخبراء إنه الشخص أي سنة اللي بطلع من علاقة فاشلة وبروح على علاقة تانية في الأغلب العلاقة التانية تفشل، لأنه هو مركز على العطاء من الطرف الثاني، والطرف الثاني ممكن يكون جاهز للعطاء يوم يومين ثلاثة بعدين بقول لك خذ الدبلة وطلقني وريحني من حياتي. فبعض الناس للأسف زي هيك، هو بده يطلع من الوطن العربي للخلاص، فهو مو جاهز، هو طالع في طاقة الكره مو طاقة الحب. انت اطلع لما بدك تطلع وتبدأ بأي عمل بالحياة ابدأ بطاقة الحب عشان ينجح معك العمل هذا، عشان لما تشتغل فيه تشتغل تجذب إليك الطاقة وذبذبات الكون الرائعة عشان رب العالمين ييسر أمورك. لكن إذا انت كانت طاقتك سلبية وطالع من بلدك وانت بتسبسب وكرهان حالك وكرهان نفسك، فانت للأسف طالع في طاقة سلبية، ممكن اي واحد في الطريق اي شرطة تمسكك اي واحد تتمشكل معه، ممكن يصير معك احداث مع المهربين، يصير معك قصص اول ما توصل مع دائرة الهجرة مع السوسيال وتخسر كل شيء. حبيبي القلب اخوي كرم، وانت سبب الهواي. شو نغني لكم كمان؟ يا ريت تشاركونا يا اخوان الكرام عن موضوع اليوم اللي طرحناه. احنا حكينا شوي اليوم عن المرحله الاولانيه، اللي اول مرحله يعني لسه ما دخلنا في تفصيلاتها كتير، يعني انا عندي كلام كتير عن موضوع فكره السفر، لانه بلاحظ انه اخوان العرب على عجله بدهم يخلصوا خلص، زي اللي قاعد عند دار اهله بده يطلع باي طريقه، او زي اللي داخل السجن وبده يطلع منه ما عنده اي خطه ما عنده اي حتى شو بسموها هاي سكيلز مهارات. انت عشان تشتغل بشركه بيطلبوا منك مهارات، ما بيشغلوك لسواد عيونك، بدهم منك تقدم قيمة. الشركة بتدفع لك في الأغلب، الشركات الكبرى بتدفع لك على القيمة اللي بتقدمها، ما بتدفع لك والله عشان أنت بتقدم لي 10 ساعات. هاي الشركات التعبانة والصغيرة بتدفع لك على النظافة، نظف لي هنا خد هاي 2 3 ساعات بندفع لك 100 كرون على الساعة خلاص 150 كرون. شوف هاي المرة يمكن عمرها 80 سنة وهي قاعدة بتقرأ. فإذا أنت إنسان لا تقرأ أنا بدي أحكي لك من هلأ، إذا أنت حققت نجاحات في الحياة راح تكون نجاحاتك بسيطة ومتواضعة وليست نجاحات ترتقي بك وترفعك إلى سلم المجد.
عشان تنجح بلش بالقراءة، اقرأ من الآن، نزل تطبيق جرير، قارئ جرير، نزل أي تطبيق، وحاول سجل بدورات مدفوعة مش ببلاش كمان، سجل ببلاش وسجل مدفوعة هيك وهيك. لأنه للأسف أنا جربت الدورات المجانية وصعب الواحد يلتزم فيها. الدورات المجانية نادرا ما الإنسان يلتزم فيها، لكن الدورات المدفوعة بيعرف الإنسان أنه دافع دم قلبه، فبنضطر أنه هو يقرأها وبضطر أنه هو يكملها. والكتب اللي بتشتريها اللي بتنزلها ببلاش من النت نادرا ما تقرأها. يعني والله يا أخواني الكرام بدي أحكي لكم أنا حتى عن نفسي، ممكن منزل 100 كتاب، ممكن قرأتهم منهم 4 أو 5 كتب، لما بلشت أشتري صرت أقرأ. فهاي عقلية البلاش الموجودة عندنا كمواطن عربي للأسف، بدنا استشارة ببلاش، بدنا سفرة ببلاش، بدنا جيزة ببلاش، بدنا أواعي ببلاش، حتى تنتقل معك. يعني في كتير من العرب يجوا هون وطول وقته بيفتح المجلات والجرايد بيبحث عن الأشياء دائما ديسكاونت ديسكاونت ديسكاونت، فدائما منزلين من قيمتنا للأسف. فأنت أرفع من قيمتك عشان أنت تحقق أهدافك، فأنت أنت بتحط القيمة لنفسك. تخيل نفسك سلعة. عليكم السلام ورحمة الله. تخيل أنه أنت نفسك سلعة، هاي هون تيجي تقعد وتشوي وتعمل لك جو حلو. شوف لي هالقعدة هون هيك، هاي قبال الشوي، هاي هيك قاعدة على البحر. شو رأيكم بهالمكان لو نعملكم جولة سياحية؟ مكان جميل جدا هون للشوي بالصيف، طبعا لسه الدنيا غيوم وشي جميل جدا. اي موقع لكورسات؟ والله في مواقع كتير نشرتهم، موقع ادراك، موقع ادومي، موقع تطوير، موقع تدريب، موقع اليسون، موقع كورسيرا، موقع اوديسيتي، 20-30 موقع. انا هلا مسجل باكثر من دورة. موقع سايلور، موقع امريكي بعلمك لغة انجليزية وبعلمك شغلات كتيرة. طور من نفسك إلك لنفسك، يعني مو ضروري كل دورة تربحك مصاري. انت تخيل حالك زي المزرعة، بدك تزرع، بدك تحط بذور، بدك البذور تطلع بيوم وليلة. للأسف كثير من الناس بيسألني طب شو بتستفيد، شو بتطلع؟ يا أخوان الكرام النجاحات والتغيير ما بصير في لحظة، بدك تغير جوانب كثيرة من حياتك عشان حياتك تتغير. على الأقل تستمتع بوقتك، تشعر أنه أنت دخلت شيء جديد في حياتك، وانت سبب بالهواي يا حيرتي ونجوى. شو عارف هاي المقطع معلق معي اليوم. انا كنت في الجهة المقابلة قبل شوي، هاي جروندال، وحبيت اجي هذا المكان، وصار لي فترة بتفرج عليه وبقول بدي اجي هون بدي اجي هون، دائما باجي مكان بلف ما بكمل الطريق. بس المرة هاي قلت لا، هذا المكان بذكرني في شط فيستروس، في زي هيك هاي الجهة. ان شاء الله قريبا منزور فيستروس باذن الله، بس نخلص الشغل شوي، عندي كمان التزام والله، ممكن الاسبوع الجاي ان شاء الله. موقع ادومي، موقع كورسيرا، موقع اليسون، موقع تطوير، موقع ادراك، موقع ندرس، موقع ادلال. شو رايك بكفوا هدول؟ سجل لك بدوره واحده، اقرا لك، نزل قارئ جرير، في كتب كتير برضو ببلاش وفي كتب كتير بمصاري كتير. موقع جميل جدا قارئ جرير، والصفحه واضحه احسن من المواقع هاي اللي بتنزل لك الكتاب مصور. لا هذا الكتاب بنزل نفسه، فانت بتشعر في تغيير في حياتك، تشعر انه انت كل يوم قاعد تنجز، تشعر انه في اشي تغيير، في اشي قاعد بيصير جديد معك في الحياة، قاعد انت بتقرب لهدفك حتى لو كان بعيد من هون للقمر، بس انت قاعد بتقرب. احسن من الانسان اللي قاعد ومو شايف اي صورة مستقبلية، مو شايف اي رؤية مستقبلية. على الأقلية بتتثقف انت لنفسك، تروح على حوار، قعدة مع ناس، اولادك تصير تعرف تحكي معهم. العلم، العلم نور، طول عمرنا نسمع العلم نور واحنا بنرمي الكتب، والعلم هو النور. والله يا اخوان الكرام كان عندنا مسلسل اردني اسمه العلم نور، يعني بجيبوا لك حتى كبار بالعمر كلهم ختائر، اللي تبع حريسة، واللي تبع قضامة، واللي ابو نقوة، ابو قنوة، واللي ابو قاسم. يعني كان من المسلسلات اللي بنحب نتابعها، بس للأسف اعطى انعكاس ممكن سلبيا على كثير من الناس، انه اخذوا مفهوم العلم باستهزاء. والله يا اخوان الكرام يعني هسه احنا السويد، السويد شو اللي مخليها لها مقام
ومكانه بين الشعوب؟ احكوا لي، جاوبوني، اكتبوا لي، هل علشان طبيعتها؟ طب ما في دول تانية فيها طبيعة حلوة، روسيا طبيعتها حلوة، أوزبكستان طبيعتها حلوة، أي بلد، أفريقيا، أفريقيا كلها طبيعة وكلها خضر وكلها شجر، ليش؟ وأفريقيا كلها موارد، ليش ما هي أفريقيا الناس والله عمليت لها هالقيمة زي السويد؟ ليش ما الناس ما بتهاجر على أفريقيا؟ طبعا في أوروبيين بيهاجروا على أفريقيا للعلم، يعني ليش مثلا ما الناس قاعدة بتهاجر على غامبيا وعلى كينيا برغم أنه فيهم غابات ومشهورة؟ الله ينعم عليك حبيبي أخي الغالي. يعني باختصار يا أخي الكريم، يا ريت تجاوبوني تحت، ليش السويد إلها قيمة واليابان إلها قيمة وأمريكا إلها قيمة والناس بتقصدها للسفر وبريطانيا إلها قيمة ويقصدها الملايين من مختلف دول العالم؟ ليش؟ شو السبب؟ هل السبب عشان طبيعتها؟ ولا عشان أخلاقهم إنه إحنا بس؟ ولا عشان إشي تاني؟ شو الإشي اللي بيدفعنا إنه إحنا نحترم السويد، نحترم اليابان ونرغب، يزيد عنا الدافع والرغبة إنه إحنا نيجي على هاي البلد؟ ليش؟ شوف لي هالجمال، شوف لي هالترتيب، شوف لي هالرياضة، الرياضة والشباب. ليش؟ العلم، هدول الدول تفوقت في العلم، حافظوا على العلم، حافظوا على القراءة، حافظوا على الصناعات، عملوا لهم ثروة اقتصادية. دول زي أفريقيا عندها اقتصاد، عندها ثروات تفوق ممكن معظم دول العالم، لكنها فقيرة، قاعدة أكثر المشاريع اللي بتطلع من أوروبا حفر آبار المياه للناس في أفريقيا. ليش؟ بسبب الجهل، لأنه الإنسان لما يكون جاهل حتى لو معه ثروات ما في فائدة، ما بعرف يستخدمها. عشان هيك بقول لك أنت علمني الصيد، لا تعطيني سمكة، أنت علمني الصيد. فأنت عشان هيك حتى ابنك الصغير من الأشياء في التربية مهمة جدا، عشان تعلم ابنك التحمل المسؤولية، أنه ابنك لا تعطيه كل إشي، بابا خد هاي لعبة، بابا خد هاي أكلك، هاي كاسة المي، بابا خد هاي. علم ابنك المسؤولية، علم ابنك أنه يقلي بيض، يعرف كيف يقلي بيض، علم ابنك كيف يلبس، علم ابنك كيف يحكي، علم ابنك كيف يحل مشاكله. فبقول لك دائما لا تعطيني السمكة لكن علمني كيف أصيدها. فأفريقيا فيها ثروات الدنيا ومعروفة، الدول العربية هي دول الخليج كلها بترول، لكن هل استغلت البترول في الصناعات زي أوروبا أو زي اليابان؟ اليابان ما فيها ثروات، اليابان ما فيها ثروات، اليابان قاعدة حتى دولة كلها زلازل. فشو اللي فرقها؟ إذا أنت أعرف على المستوى الشخصي، قيس نفسك زي كأنك كدولة، شو اللي بخلي بيميز شخص عن شخص؟ كاتب بأمريكا أو كاتب في الخليج، ياسر حارب وغيره وغيره، أحمد عمارة ولا عيسى عساف ولا إبراهيم الفقي ولا غيرهم، شو اللي خلاهم يتميزوا وهم عايشين في الوطن العربي؟ مثلا إذا عندك عيسى عساف في الأردن، عندك سائد يونس في الأردن، عندهم أعداد بالآلاف متابعين وبطلعوا آلاف الدولارات كل شهر. ادخل على صفحة سائد يونس، أنا بتوقع يعني هدول الأشخاص دخلهم بالشهر يزيد عن 4-5-6 آلاف دولار وهم عايشين في الأردن. عيسى عساف في الأردن عنده فيديوهات قوية جدا جدا وتنمية بشرية وبساعد الناس على حل مشاكلها، وعنده لايف كوتشينج، وسائد يونس بيعلم الناس في صناعة اليوتيوب وفي تأثير نكونوا مؤثرين مدربين، وعندهم متابعين بالآلاف وبيشتغل من أي بلد في العالم وعايش في الأردن. إذن المشكلة يا أخي الكريم ليست في المكان في الأغلب. يعني قصة أوبرا اللي هي من عمر 11 سنة، يمكن سمعتوا قصة أوبرا أنه كيف حياتها، كيف أنه هي مش عارف 11 سنة أو 13 سنة أنه كانت حامل وأهلها تركوها وأبوها طلق إمها ورموها وراحت عاشت عند دار جدتها وصارت من أكثر المؤثرين في العالم. في قصص كثيرة يا إخوان الكرام، خلنا فرجيكم هسا المكان شوي نريح. صوت الطيور شيء جميل ورائع، مكان كتير هادي. خلنا نعملكم شوية مديتيشن، اللي حاب ينام ننيمه، واللي حاب يصحى كمان ننيمه، نعمل له تنويم مغناطيسي.
صوت الطيور، الهواء، سبحان الله، تغاريد، هاي صوت تبع البوزة عندنا بالمنطقة، سبحان الله، هذا تبعت البوز هاي، تي 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 تي. تذكر الواحد بأيام سبحان الله ماضية. العدل أساس الملك، ليس فقط العلم، روسيا في قمة العلم، لكن طبعا في أمور كثيرة بتلعب دور أخي الكريم. يعني أوكي روسيا برضو بلد فيها أشياء، ما بننكر أنه فيها علم وفيها أشياء، طبعا نظام الحكم بيلعب دور أكيد، بس احنا بنحكي بالإجمال، بالإجمال أنه على المستوى الشخصي احنا مشكلة المواطن، مشكلتنا احنا في العالم أنه كثير من الناس عايش على الشكوى والتذمر، عشان هيك هفكر أنه حياته رح تتغير. يعني هو بحس انه هو لو يحكي لك ابوي وامي والوطن والاردن وسوريا وفلسطين وبصر ايش، ما راح تغير اشي، ما راح تغير، بل راح تزيد مشكلتك لما تظلك تحكي هيك، ما راح زي هسه في كتير عرب عايشين هون. طيب هل تعتقد انه العرب اللي عايشين في السويد او في اوروبا كلهم سعداء؟ او كم نسبة السعادة؟ احكي لي هيك تقريبيا، انت وخصوصا اخاطب اخواني العرب اللي عايشين في الغرب، احكي لي بصدق كم تتوقع، بدناش نقول لك الناجحين لانه النجاح ممكن مفهوم مختلف، احنا بنركز على مفهوم السعادة، يعني كم تتوقع نسبة العرب اللي عايشين في الغرب سعداء؟ يعني اخواني الكرام اكثر اللي بقابلهم كلهم بيشتكوا، يا بيشتكي من مرته، يا بيشتكي من اولاده، يا بيشتكي من اجار البيت، يعني شكوى مستمره، يعني عادي الواحد يشتكي مره، بس شكوى يوميه مستمره. يعني انت شو غيرت من حياتك؟ يعني انت ليش سافرت؟ اللي الشكوى المستمره ما، يعني هاي الدليل على عدم الرضا، دليل على عدم الايمان، دليل على انه انت انسان مو محدد هدفك، مو عارف شو راح تعمل، في عندك شغلات في الماضي، انت عايش في الماضي. في ناس عايشة بالماضي يا اخوان الكرام، هو عايش في امه لما كانت عايشة، واخوه لما كان عايش، ولما كان عندهم بيت، ولما كان عندهم سيارة، ومو قادر يتخلص من افكار الماضي، مو قادر يعيش في اللحظة. وفي ناس عايشة بالمستقبل، خايف السويد يرحلوني، خايف اخذ رفض، خايف مرتي تتمرد علي وتتنمرد، خايف اولادي يتغيروا، خايف. الله مبلغنا رمضان يا رب، ان شاء الله رمضان مبارك علينا وعليكم يا الله. يعني رمضان هو ان شاء الله رحلة تغيير وانطلاقة جديدة بإذن الله، نتعلم منه الصبر وضبط النفس. شو رأيكم بالمنطقة؟ ان شاء الله عجبتكم وعجب كل مكان. حكينا كثير بالأول، نعمل رحلات، نعمل لقاءات، بس ما في كان أخوان الكرام، يعني ما فيها التفاعل الحقيقي. يعني حتى بنطلب منكم أنه تدخلوا تدعموا صفحتنا على الأقل في شير، في تعليقات صفحة اليوتيوب، يعني عندنا فوق 90,000 متابع في صفحة الفيسبوك، لكن على اليوتيوب لسه 4,500 مشاهدات، ضعيفة ميتة. يعني عشان صفحتنا تصل لأكبر عدد وما ينضحك يا إخوان الكرام، احنا كمان هدفنا انه ما ينضحك على الأخوان العرب، يعني ويوقعوا في أخطاء مع مهربين، أو يوقعوا في أخطاء مع أطفالهم أو مع أسرتهم ويكرروا أخطاء للأسف. فأنت بتدعم هذه الفكرة، بتدعم هذا المشروع لما أنت تدخل تعمل سبسكريب على اليوتيوب وتنشر القناة عند أصدقائك وصفحة الانستجرام، انت بتساعدنا بدل ما هاي الصفحات الفارطة وكلها ضحك وتخويت ومزح قاعدة بتوصل للملايين. احنا قاعدين بنقدم رسالة، صرنا سنوات 14 سنة حريصين على نشر بشكل، في ايام تمر علينا ان كنا ننشر اكثر من فيديو باليوم. حبيبي القلب الله يسعدك، فياريت اخوان الكرام لا تبخلوا علينا في الدعم لقناة اليوتيوب وقناة الانستجرام، عشان تصل لأكبر عدد، عشان توصل المفاهيم لإخواننا العرب.
لعيونك بدي غني حبيبي. شكرا لك، بارك الله فيك. انا هاي الممرات كثير كثير بحبها، هاي الطرق هاي اللي جنب البحيرات، يعني هاي جزء من السعادة. انا بالنسبة لي هاي بتدخل علي سعادة كبيرة. فاذا انت مش عارف كيف تكون سعيد، جرب اشي جديد في الحياة، جرب واعتبر انه كل مشكلة بتمر معك هي فترة معينة وراح تمر. فعشان انت ما تظلك عايش في القلق والحزن دائما، اعتبر انه كل مشكلة مرت عليك هي لها وقت محدد وراح تمر، فهي آنية وقتية، المشاكل وقتية. شو رأيك في التيك توك؟ والله يا أخي الكريم، الموضوع حسب كل واحد شو داخل عليه، بس للأسف والله التطبيق يعني في ناس، يعني والله في ناس يعني تنشر فيه شغلات كويسة، بس للأسف يعني بطلع لك فيديوهات تحرفك. بتكون انت انسان نويت تدخل بنية انه انت تفيد الاخرين، بطلع لك فيديوهات برغم انه انت بتقدر تتحكم اوكي في فيديوهاتك، بس للأسف اكثر الناس ممكن واقعين في فيديوهات المضحكة على البصرايش على فللأسف ممكن هو يكون سبب انحرافك بكل صراحة. لأ، هو إجمالا وسائل الإعلام إذا أنت ما عرفت تديرها، أنت بتنتقل من خبر مفرح جدا جدا، دبكة شباب وبصر إيش ودنيا، إلى خبر وفاة. فهو قاعد بيأثر على طريقة تفكيرنا، بيأثر على مزاجنا، بيأثر على حتى على أخلاقنا. شوي بيطلع لك أشكال وألوان وبنات وقصص، فبده إدارة وبده يعني موضوع طويل. هذا موضوع مواقع التواصل، طرحنا الموضوع موجود على قناة اليوتيوب. خلينا أكمل جولتي، خلنا أسلم عليكم وأكمل الجولة إن شاء الله. خلاص بتوقع بكفي، بدناش نطول أكثر من هيك. المكان كثير جميل، المكان كثير رائع، أنصحكم زيارته، يعني جميل جدا جدا المكان اللي أنا فيه، كثير حلو. الممرات هاي والأزقة جميلة جدا، ولسه في فوق وطلوع ونزول زي ما أنتم شايفين. طلعوا كيف يعني هاي ممرات كلها جنب المي، جميلة جدا، وفوق في مناطق مرتفعة جمالها كثير حلوة. والمنطقة يعني أنا أخواني اللي عايشين بستوكهولم، اطلعوا وتحركوا أحسنكم. السلام عليكم، في أمان الله.